بدايةً خلفت تعليمات الطبيب بأن ألبس هذه النظارات لأني خرجت من عملية لعيوني وكان المفروض أن أحتفظ بهذه النظارة في كل الأوقات إلى أن تنتهي فترة النقاء للعيون ولكن هذه مناسبة فريدة حرصت أولاً أن لا أفوتها رغم أني خرجت الأسبوع هذا من العملية للعينتين وثانيا لأنني أشعر بفخر خاص اليوم صحيح كما تفضل سعادة رئيس الجامعة حصلت على الكثير من الشهادات الفخرية وشهادات الدكتوراه والتقدير ولكن لأول مرة أحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة أردنية فبالتالي هذا شرف كبير أني أكرمني وطني أخيرا يعني أكرمت أولا في أمريكا منذ 30 سنة بأول شهادة فخرية بجامعة نيويورك كنيسيوس وبعدها في القدس الحبيبة من جامعات القدس وإلى آخره إنما أنا اليوم أشعر في بلدي وأهلي وبتكريم من أهلي ثانيا أنا فخور بأن هذه أول شهادة دكتوراه تمنح من هذه الجامعة لأي شخص فهذا سيدخل يسجل في سجل الجامعة وفي تاريخ الجامعة وليس تاريخي أنا إنسان لا أقارن نفسي بهذه المؤسسة العملاقة أقول أنه في سجل هذه الجامعة سيذكر أن أول شهادة دكتوراه منحت كانت لشخصي البسيط فشكرا جزيلا مرة أخرى أنا إنسان وخصوصا أنا أرى بعض أبنائي من الطلبة أنا إنسان أفخر بأنني نتاج المعاناة وأنا دائما أقول أنني أنعم الله علي بنعمة المعاناة ونتيجة نعمة المعاناة استطعت أن أصل إلى بعض ما كنت أتمنى أن أصل إليه ما زال أمامي وإن كنت في 77 من عمري ما زلت أخطط للسنوات 10 و20 و30 و40 القادمة ليس لي شخصيا ولكن لهذه المؤسسة التي أصبحت على مستوى العالم رمزا للتفوق وأثبت ذلك في 17 من هذا الشهر يعني قبل أقل من أسبوعين أعلن وأطلق في الأمم المتحدة إنشاء أول شراكة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص العالمي ومثل الأمم المتحدة بهذه الشراكة الأمم المتحدة اليون هابيتات المسؤولة المؤسسة الأمم المتحدة المسؤولة عن الإسكان ومثل القطاع الأعمال العالمي مجموعة طلال أبو-غزالي ونشأت هذه الشراكة وهي أول شراكة أيضا تقيمها الأمم المتحدة مع القطاع الخاص وهي الشراكة الوحيدة حتى الآن لأنه كان هنالك يوم اسمه يوم الشراكة مع القطاع الخاص في 28 أغسطس الماضي في الأمم المتحدة وعرضت عدة شراكات ولم يتم التوافق إلا على هذه الشراكة وبرئاسة مشتركة من الأمم المتحدة ومن مجموعة طلال أبو-غزالي هذا الهدف منها هو التحول وهنا النقطة المهمة الهدف من هذه الشراكة هو إقامة شبكة علمية تقنية للتحول التحضر الذكي في العالم أي تحويل العالم كله من اجتماعاته ومدنه ومستوطناته ليصبح مناطق حضرية ذكية أي التحول إلى المجتمع الذكي وهذا أيضا له دلالة أننا نفسنا لسنا في مشروع رأسمالي أو مشروع سياسي إنما مشروع علمي وتقني ويضم في عضويته كل حكومات العالم وكل مدن العالم الرئيسية وكل شركات تقنية المعلومات في العالم ومجتمعات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية هذا مشروع يعني نفخر بأنه أعطيت رئاسته إلى مواطن أردني أيضا وبالتالي
أشعر بأننا نستطيع أن نؤدي ونستطيع أن نقدم للعالم وليس فقط لوطننا ما يستحق العالم كله. في هذا اليوم الهام أنا أشعر بفخر. أنا عملت عملية وحيدة بحياتي غير عملية العيون، هي عملية قسطرة. عمل لي إياها دكتور يعني ما أعتقدش أنه فقط يسمي، مش عارف أي له لقب. الدكتور لبسوس ليس دكتور، هو أكثر بكثير من طبيب، هو أكثر من معلم، هو أكثر من رجل فكر، هو أكثر من رجل خلق ورجل نموذج في الإنسان بكامل جوانحه، بكامل جوانبه المهنية، العلمية، الأخلاقية والإنسانية الكاملة. يعني أنا يمكن في 50% من الناس بحبوني، 50% من الناس ما بحبوني، بس أنا عم بدور على واحد ما يحب الدكتور ما لقيته. السلام فمشاهدين. أيضا أود أن أشير بأن هذا يعني اعتزاز كبير لي أن يكون رئيس أمناء هذه الجامعة التي الأولى من وطني، وأكرر التي الأولى من وطني التي تكرمني بهذا التكريم الكبير. شكرا لك سيدي على هذا الموضوع. ايضا انا لا يمكن ان انسى بالتقدير والاعتزاز دور سعاده رئيس الجامعه، هذه الجامعه التي اصبحت ما اصبحت بفضل قيادته الحكيمه وبفضل رؤيته للتطور التعليم في العالم وحرصه على التطور المستمر في مستوى التعليم. وهذه النخبة من القيادة الأكاديمية العمداء الذين كرموني بالموافقة على توصية رئيس الجامعة بهذا التكريم، فهذه جملة تكريمات لا أستحقها ولكني أشكر عليها. يعني إنسان يشكر ربه مرات ربنا بيعطينا نعمة لا نستحقها، وهذه اليوم هي من النعم التي لا أستحقها ولكنني أشكر عليها. شكرا لك سيدي الرئيس على هذا الشرف الكبير الذي منحتني إياه. ولا شو منهاجكم ولا شو برنامجكم، احنا هنا عندنا نظام للرقابة على الجامعات ماشي الحال لأننا محتاجينه، ولكن الدور للرئيس في قيادة عملية التغيير في التعليم وفي السياسات الحكومية في التعليم هو للقطاع الخاص، القطاع التعليمي نفسه. القطاع التعليمي هو المسؤول عن قيادة هذه العملية، وأنا مستعد أن أكون معكم في هذه المسيرة. وبمناسبة هذا الشرف من هذا المكان الكريم، هذه المدينة أعطت الوطن قيادات في كل المجالات، وهي تفخر برجالاتها الذين خدموا الأردن في مجالاته السياسية والاقتصادية والأمنية وفي كل القطاعات. هذه الكرك هي منارة ومصنع للقيادات، وبالتالي شبابنا هم شباب المستقبل، أيضا سيقودوا هذا الوطن كما قاده آباؤهم وأجدادهم. بوركت الكرك، بوركت جامعة مؤتة، بوركتم يا أولادي، بوركت قواتنا المسلحة.